اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم سولوا الناس. باقتراب عيد الاضحى المبارك اليوم خرجنا الشارع المغربي باش نسولوا الناس واش هما مع او ضد يشريو الحولي ديالهم من المتاجر الكبرى باش يشريوه بالكيلو ولا باش يشريوه من الكراجات. نسولوهم ونرجعوا لكم من بعد. حسيت ناخذوا من المحلات التجاريه بحال الاسواق ولا بحال دوك اللي عندهم الريدوات صافي، ما ديك ديال الكيلو ما قدرش نعمل، انا ما ناخذوش لا، حتى يقولوا يعني العبار يعني حمراء حرام. انا تنسمعت بان تيقولوا حرام وصافي. سوري حنا تنفضلوا كل عام تناخذوا من الكراج ولا شي بلاصه كعروبيه ولا، حيت يكون شي ثمن مناسب عاوتاني ماشي بحال الكيلوات. لا في عاوتاني حتى ناخذوا السوق العادي بلا كيلو بلا حتى حاجه بلا شروط، ثمن هكاك صافي. واحد الخطا الكيلو تيكون غالي شويه على الثمن، مع داك العاديه تيكون مزيان. الكيلو تيكون غالي غير يحسبوا لك على حساب سميتو على حساب الثمن. كنفضل نمشي مباشره للفيرما ولا للسوق وناخذ بجاوتي، ماشي حيت هما تما غادي يفرضوا عليا شي حوايج ربما انا ما نبغيهاش، هذا هو المشكل. نفضل ناخذ الحولي من العربيه يعني من كنجيبو من اكادير، حيت كيقول لك فهمتي كيعطيو داك الشيء ديال فهمتي داك السيكاليم وداك التخربيق، كيعطيو برودوي شيميك كيتنفخ فهمتي. هذوك ديال العربيه كيكونوا طبيعيين يعني. انا ملي كنبغي ناخذ الحولي ديالي كنمشي للرحبه، كنمشي للمحلات، ما كنمشيش للمتاجر الكبرى، ولكن كنظن بان الحولي والعيد الكبير داك الشيء في الاسلام يعني عشان ندخلوا فيه الكيلو مش كبير صغير بالعبار حاولي يشهب عيني زرقين الناس على داك الشيء. اللحم اللي كتاخذو عند الكساب هو كيكون كيختلف على اللحم اللي كتاكلو عند في لو سوبر مارشي، او كتعرف دابا حسب لي غليمونتير اللي ولا دابا بوغ لانستو. كنحاولوا نحتفظوا بديك التقاليد ديالنا، لانه اللي كياكل اللي كيتكفل به الراعي او كيكون في المناطق الراعيه كيكون افضل من اللي كيكون كيعطيوه يعني واحد لي برودوي شيميك اللي كيحاول ما امكن يكون يسمن. المحلات الكبرى اختي كيبيعوا الكيلو، حنا لما تنعرفوا الكيلو حرام تنفضلوا ناخذوا من العربيه. كناخذوا الحواله من عند كسابه، حيت تيقولوا الناس ماشي تيقولوا الناس هي اصلا حرام فهمتي، تيقولوا العيد تعبر بالكيلو فهمتي. العيد راه ما خاصوش يتعبر بالكيلو، خاصك تاخذ من عند كساب حيت هذا عيد هو اللي عندنا في العام واحد خاصنا نفرحوا به، وبنادم دابا تياخذوا بالكيلو تعبر الكيلو اللحم شحال فيه. إذن مشاهدينا كانت هذه أجوبة الناس حول موضوعنا لهذا اليوم. كيف ما لاحظتوا بأن الناس كاملين قالوا بأنهم كيفضلوا يشريوا الحولي ديالهم من الكراجات أو من البادية. إلى هنا كتنتهي حلقتنا لهذا اليوم، كنضربوا لكم موعد حلقة جديدة بحول الله. إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. وإلا بغيتوا تشوفوا شاشة تشوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس إلا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على آرائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.